وللحديث أكثر عن ملف أزمة النازحين في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. بداية دكتور أيمن مرحبا بكم. أكثر نتحدث عن موضوع ملف النازحين، وهناك تحديات جديدة وتهديدات جديدة تهدد حياة النازحين، ألا وهي المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. هذا ما ذكرتموه في تقريركم الأخير بشأن هذه التهديدات التي تهدد حياة النازحين، من المسؤول عن ذلك؟ تحية لكم أخي الكريم وشكرا على الاستضافة. حياكم. حقيقة الأمر هذا الأمر يعني بالنسبة للتهديد هو ليس جديدا، لكن يعني أصبح مستويات عالية جدا، وإلا هنالك بوادر انعدام الأمن الغذائي بشكل ملحوظ منذ عقد من الزمن بالنسبة لي. هو كونهم نازحين وكونهم في مخيمات وكونهم مهددين في هويتهم وكونهم مهددين في حياتهم منذ 2014 ولا الآن، ليس بالفعل ليس هناك شيء جديد، ولكن هناك ارتفاع في معدلات التهديد ومستويات التهديد. بالضبط، فهذا هو الحقيقة. اليوم نتكلم نحن عن مجاعة هي يعني تلوح في الأفق وتهدد مصير النازحين، وهذا المشكلة يعني كما تفضلتم في التقرير وفي الموضوع أن الأمر يعني يبدو ممنهجا ويبدو أنه سائر بهذا الطريق بشكل مقصود ومتعمد من قبل الجهات القائمة على ملف النازحين، طبعا الجهات الحكومية التي هي منذ البداية حقيقة في تتبع لمسار هذه الأزمة خلال السنوات العشر الماضية، كلها كانت مواقف بالنسبة للجهات الحكومية مواقف غير مسؤولة، مواقف غير إيجابية، مواقف يعني تنم عن عداء، حالة عداء بين السلطات الحكومية وبين النازحين مجرد أنهم نازحون، لأنه هذا الموضوع يعني الاتهامات التي تكال إليهم والمستوى المتدني، المستوى الإنساني المتدني في التعامل مع هذه الفئة المجتمعية الضعيفة طوال السنوات العشر الماضية حقيقة كلها مؤشرات تدل على غياب حسن النية بالنسبة للجهات الحكومية في التعامل مع هذا الملف. يعني اليوم لدينا نحن أكثر من 1,300,000 نازح، طبعا هو العدد الحقيقي للنازحين اليوم في العراق يتجاوز 3 ملايين نسمة، لكن نحن نتحدث عن أكثر من 1,300,000 هؤلاء مسجلون، هؤلاء في مخيمات يقطنون ومشمولون بنظام بالنسبة للأمم المتحدة، لكن مع ذلك في الحقيقة هنالك أكثر، العدد كبير من النازحين، معظم العائدين من المخيمات هم يعيشون لا يزالون يعيشون حالة نزوح ونزوح متكرر ونزوح عكسي. لماذا؟ لأنه يعني لا توجد أي بوادر بالنسبة للجهات المسؤولة عن هذا الملف لتذليل الصعوبات والعقبات أمام النازحين سواء الذين في المخيمات أو الذين خارج المخيمات بشكل غير رسمي. هل الأمر هذا متعمد من وجهة نظرك من قبل السلطات الحكومية للضغط على النازحين باتجاه القبول على عودة قسرية دون قيد أو شرط؟ لا شك أخي الكريم، يعني اليوم منذ 2020 والحكومة تعلن عن عدم وجود تخصيصات لدعم النازحين، شح يعني حاد جدا ونقص حاد جدا في المواد الطبية، طبعا فضلا عن انعدام الأمن الغذائي بشكل كامل، نسبة البطالة في صفوف الشبان النازحين تتجاوز 85%. اليوم نتحدث طبعا، والمشكلة في البطالة، السبب الرئيس لهذه البطالة هو رفض السلطات الحكومية أن إصدار أوراق رسمية، وهذه حقوق مدنية أساسية لكل مواطن،
اليوم الحكومة السلطات الحكومية ترفض إصدار أوراق رسمية لهؤلاء، ما يضطرهم إلى أنه طبعا غير قادرين على العمل، ومن يحالفه الحظ منهم ويبدأ في عمل معين فيبدأ الابتزاز بشكل كبير. لماذا؟ لأنه غير حامل لهذه الأوراق الرسمية، والتي هي كما ذكرت أبسط الحقوق المدنية للمواطن، والتي يكفلها الدستور، وكذلك الدستور يكفل لكل المواطنين سواء في المخيمات أو خارج المخيمات الخدمات الصحية المناسبة والدعم الغذائي وكذلك حق التعليم. هذا كله حقيقة يعني خروقات متعددة بالنسبة للسلطات الحكومية تجاه ملف النازحين، وتجاه حقيقة ملف يعني حتى بالنسبة لأبناء الشعب العراقي حتى الذين هم ليسوا نازحين. فهذا بالحقيقة هذا كله يعني مرده إلى أنه عدم تعامل الحكومة بشكل مسؤول مع الملفات الساخنة في العراق. نعم. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان. حياكم الله أخي الكريم.